مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في برنامجكم جمالك من الطبيعة. تكلمنا في الحلقات الماضية عن أغذية القرآن والسنة، هذه الأغذية الطاهرة المطهرة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، ليها فوائد صحية وتجميلية وغذائية رائعة جدا. وزي ما اتكلمنا قبل الآن إن هذه الأغذية تجمل من الداخل وتجمل من الخارج وترفع الحالة النفسية، وأيضا تساعد في تخليص الجسم من نسبة عالية جدا من السموم اللي داخلة جوه جسمنا من تلوث البيئة وتلوث الغذاء والمبيدات وعوادم السيارات. واتكلمنا عن ملك ملوك أغذية الجمال، وهو ملك الأغذية على الإطلاق، العنب. العنب أحد الأغذية اللي أنا بعتبرها نعمة من نعم ربنا الكبيرة على البشر، وإحنا كتير جدا مننا يهمل تناول وجبة كاملة من العنب بين الوجبات على الأقل علشان ننظف جسمنا وأيضا علشان نمنع الإمساك. لو اتكلمنا عن بعض الفوائد، بعض مش كل الفوائد الصحية بالنسبة للعنب، أول فائدة على الإطلاق هو أول منظف رائع للقولون على الإطلاق هو حبوب العنب الكاملة، سواء كان العنب أحمر أو العنب أصفر أو العنب بكل ألوانه. طبعا في ألوان كثيرة جدا من العنب وأنواع كثيرة جدا من العنب، وفي عنب فيه بذر وفي عنب ما فيهوش بذر، وحتى بذور العنب نفسها الآن تستخدم كأحد أفضل مضادات الأكسدة في العالم، وبتستخدم للناس اللي دايما عاوزة تكون شباب على طول، والناس اللي بتبقى عاوزة تكون صحتها قوية جدا. اتعمل عليها مئات الدراسات وآلاف الدراسات في مراكز الأبحاث العالمية، والآن تنتج فعلا حبوب العنب أو بذور العنب المسحوقة في شكل كبسولات للناس الراغبين في الصحة والشباب والجمال الدائمين. هذا البرنامج برعاية إبهار الخليج. دينو كاتشاب. فكرنا في منتج يخلي الشعر ناعم جدا وقوي جدا، ما لقيناش افضل من الكرياتين مع زيت الاركان. تركيبة المانية رائعة تساعد على فرد ونعومة وكثافة الشعر ولمعانه. برعاية زينو الجمال، شركة ابهار الخليج. جوال هرتاج لوشن. فكرنا في منتج فعلا يحمي الشعر من الأتربة ومن التلوث، يحمي الشعر من عوامل الطبيعة. برعاية زينو الجمال، شركة إبهار الخليج. جوال عنب، لوز، ليمون، برتقال، احمدك يا رب. الاربع مكونات اللي احنا اتكلمنا عنهم الان هم المكونات الرئيسية في رجيم التخلص من السموم، وايضا تنظيف الجسم، وايضا رفع الحالة النفسية والمزاجية. اذا لم نجد عنب طازج يمكن ان نستخدم الزبيب، بس عشان نستخدم الزبيب بنعمل حاجة مهمة جدا، بنغسل الزبيب بمية سخنة أكتر من مرة. يتغسل الزبيب مش أقل من 10 مرات، دي على حسب الوصفة الأسبانية للتخسيس. بيتغسل الزبيب أكتر من 10 مرات بالمية السخنة، وبعد كده بننقعه هو نفسه في المية الساخن لمدة 10 دقائق كمان. اما اللوز
فبننقعه في المية الباردة وبنتركه لمدة ساعتين على الأقل. هنلاقي حجم اللوز أو الفول السوداني، إذا حبينا ما كانش متواجد اللوز ممكن نستخدم بدل الفول السوداني، نلاقي حجم الحبة بقى كبير جدا وطعمها بقى لذ جدا. الغرض من الوجبة دي حاجتين، الغرض الأولاني غرض تجميلي، وإحنا بنخس يبقى حالتنا النفسية مرتفعة، وفي نفس الوقت بشرتنا أكثر بريقا ولمعانا وإشراقا، وفي نفس الوقت نبدأ نتخلص من نسبة كبيرة جدا من السموم في الدم. قلنا إذا لم يتوفر العنب الطازج أو مش في الموسم بتاعه نقدر نستخدم الزبيب. طب وإذا العنب نفسه موجود برضو يفضل إن احنا ناخد العنب ننقعه لمدة 10 دقائق في مية سخنة، وبعد كده نبدأ نستخدمه مع اللوز اللي نقعينه في المية 3 أو 4 ساعات على الأقل مع عصير الليمونة. وده بتعتبر وجبة بتتميز بحاجتين، إن العنب بيكون فيه مادة سكرية عالية واللوز بيكون ليه ملوش طعم سكري، وبالتالي بيعمل نوع من انواع التوازن في طعوم الفم، او بيخلي طعم الفم ما تحسش ان الواحد نفسه جزعت، او هو السكر كتير بيخلي الانسان يحس احيانا ان هو، في ناس كتير ما بتحبش السكر فبناخده معاه فبيعمل معادلة جميلة جدا من معادلات الطعم اللذيذ. هذا البرنامج برعاية إبهار الخليج. تزود أوبرا كريم، كريم أساسي يغذي البشرة وينقيها ويقوم بتنظيفها، بيمنع انسداد المسام، بيعالج أثار حب الشباب، يساعد على التخلص من الهالات السوداء، وبيغذي البشرة أيضا. برعاية زين الجمال، شركة إبهار الخليج. جوال مقشر أمري، منتج طبيعي يقشر البشرة يبيضها ويغذيها. ممكن نستخدمه للوجه أو للكوعين أو للركبتين بثلاث نكهات مختلفة. مقشر أمري، أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الألمانية. برعاية زين الجمال، شركة إبهار الخليج. جوال برنامج تنظيف الجسم وتخليصه من السموم لإعطاء البشرة جمال وروعة وإشراقة ولمعان، ليه 10 شروط مهمة جدا يجب أن نلتزم بيها إذا حبينا نطبق البرنامج ده مرة كل سنة على الأقل. طبعا الشرط الأول أن البرنامج ده يستمر 6 أسابيع، 6 يعني شهر ونص فقط نقدر نستخدم البرنامج ده في حالة الأمراض المستعصية اللي ملهاش علاج. أما في حالة تنظيف الجسم وتطهيره فقط وتخفيض الوزن، بينزل الوزن من 6 ل 8 كيلو خلال 21 يوم من خلال تطبيق هذا البرنامج اللي اتكلمنا عليه آنفا من لحظات. إذا حبينا نستخدمه ل 21 يوم بينزلنا من 6 ل 8 كيلو سموم ودهون فقط من الجسم، وفي نفس الوقت بيدي البشرة زي ما قلنا لمعان وإشراق وجمال. من شروط تطبيق البرنامج نمرة 1، 6 أسابيع للأمراض المستعصية، 21 يوم للتجميل والعدم تساقط الشعر ولتنظيف الجسم وتطهيره من السموم. الشرط الثاني المداومة، إن احنا نبدأ نطبق البرنامج ده بشكل مستمر، يعني إذا حبينا نطبق برنامج لمدة 5 أيام يبقى 5 أيام بنطبق فيهم البرنامج، إذا حبينا نعمله 21 يوم عشان نحصل على نتيجة أكثر يبقى نطبق البرنامج 21 يوم بدون ما نكسر فيهم ولا يوم، على عكس القاعدة اللي أنا كنت مستخدمها في برامج التخسيس
ان احنا لازم نكسر كل 4 ايام. اذا كنا بنعالج امراض مستوى عصبيه فبيفضل استخدام هذا البرنامج لمده 6 اسابيع. المداومه هي الشرط الثاني من شروط هذا البرنامج. الشرط الثالث من شروط البرنامج الصوم عن جميع المواد الدهنيه والنشويه والاضافات الغذائيه اللي موجوده غير خارج هذا البرنامج. يعني ممكن اذا حسيت بالجوع في خلال البرنامج ده ممكن اخد عصير ليمون او عصير عنب او عنب كامل او ناكل الليمون بقشره او ناخد اللوز المنقوع في الميه او الفول السوداني اللي برضو منقوع في الميه من 3 لـ4 ساعات على الاقل. كل ما كانت الفتره بتاعه نقع اللوز او الفول السوداني اكثر كل ما كان اكثر فائده في تخفيض الوزن وتنظيف الجسم من السموم وايضا اعطاء الجسم احتياجاته من المواد المفيده اللي فيه. ولكن لازم ان اللوز يكون ني والفول السوداني يكون ني. وقلنا اذا استخدمنا اذا ما حصلناش العنب الطازج يمكن استخدم الزبيب. ده الشرط الرابع. هذا البرنامج برعاية إبهار الخليج. فلازين جيل. كنا بنستخدم الفلازين جيل اصلا مع لعيبه الكره بعد الكدمات والخبطات اللي بتحصل. تركيبه طبيعيه امنه لعلاج الكدمات. نتيجتها ازاله او التخلص من الام الظهر والركب والمفاصل. برعايه زين الجمال شركه ابهار الخليج. جوال. زينو فلتر. فلتر يساعد على تنقية الهواء من الميكروبات. أفضل منتجات اللي تخلي شكلنا حضاري جدا. زينو فلتر. فلتر آمن 100% حتى الأطفال والكبار وفعلا عليه علامة الجودة الألمانية. برعاية زينو الجمال شركة إبهار الخليج. جوال. الشرط الخامس استخدام العنب ناضج. اذا كنا بنعمل برنامج للتجميل برنامج لتنظيف وتطهير الجسم من السموم يبقى نستخدم العنب ناضج. الشرط السادس ان احنا يمكن ان نستخدم الزبيب مع العنب في نفس الوقت وده بيدينا احساسين ومذاقين مختلفين تماما وفي نفس الوقت بيدينا فايدة مضاعفة لأن الزبيب بالعناصر المركزة اللي فيه والعنب بالكمية المية اللي فيه بتعوض نسبة فقدان السوائل اللي في الجسم وبالتالي بيحصل نوع من أنواع التوازن المائي الملحي في جسم الإنسان وبالتالي تفضل البشرة فيها أكثر إشراقا وجمالا وبهاء. الشرط السابع والمهم جدا ان احنا ممكن نعمل البرنامج ده في فتره محدده ونصوم تماما عن كل الحاجات التانيه عدا الميه. الشرط الثامن ان احنا ما نشربش ميه بعد ما ناخد هذا البرنامج او هذا المحتوى اللي هو بيطرد السموم من الجسم وبيخفض الوزن وبيدي البشره نضاره وحيويه. ما نشربش ميه بعد تناول الوجبه بتاعت الرجيم دي إلا بعد 2 ساعة تماما من تناول هذه الوجبة. وده الشرط الثامن. ده شرط مهم جدا جدا لنجاح البرنامج. هذا البرنامج برعاية إبهار الخليج. تزود.
زينو مايونيز. فكرنا في منتج ما يحتاجش مكوى ولا يحتاج سشوار عشان نحافظ على فروة الراس. منتج طبيعي من خلاصة البيض والكرياتين برعاية زينو الجمال، شركة إبهار الخليج. جوال 9 عن الامتناع ايضا عن البروتين والشوكولاته. دايما لقوا ان الشوكولاتات والقهوه الفواره من الحاجات اللي فعلا بتؤدي للنفخ وتوريم الخلايا بشكل كبير جدا، فابتدوا يمنعوها تماما في الشرط 9 من شروط. اول ما ندخل يروح كاتب لك هذا الشرط يجب تطبيقه حرفيا، يعني ممنوع ان حد يجي يزوره ومعاه اي نوع من انواع البروتين، وممنوع ايضا ان حد يزوره معاه اي نوع من انواع الشوكولاتات او المكيفات او القهوة الفوارة تماما. الشرط 10، وده شرط بسيط جدا وسهل جدا، انك انت ما ترجعش في البرنامج مرة واحدة، يعني مش خلاص خلصت الخمس ايام ارجع لنظام الغذاء العادي، خلصت 21 يوم ارجع لنظام الغذاء العادي، خلصت 6 اسابيع ارجع لنظامي العادي. لا، بيشترطوا ان احنا نعمل رجوع تدريجي. يعني لو انا حبيت اطبق برنامج الخمس ايام فقط، بنبدا نعمل رجوع تدريجي للبرنامج بتاعنا. اليوم الاولاني بعد الخمس ايام مثلا، اذا كنا عاوزين نعمل برنامج بس لتنظيف الجسم وشد البشره ومنع الترهلات اللي في الجسم وتخفيض الوزن 2 او 3 كيلو في خلال خمس ايام، ان احنا نرجع رجوع تدريجي. يعني ايه نرجع رجوع تدريجي؟ يعني بنعمل البرنامج بتاعنا اللي هو الزبيب او العنب مع اللوز والليمون والتركيبة اللي قلناها في بداية الحلقة دي، بنعمل وجبة تانية خضار فقط يعني. وبيفضلوا طبعا الخيار، بيعتبروه من ملك الأغذية اللي بتفيد البرنامج ده بعد مرحلة التنظيف، لانه بيستمر ايضا في التنظيف. او استخدام البرتقال الكامل بالقشرة البيضة اللي عليه، او استخدام اي نوع من الفواكه مع الخيار والقتة وكل الاغذية اللي هي ذات المحتوى المائي العالي دي، بيبدأوا يستخدموها اول يوم او يومين بعد تطبيق البرنامج. بعد كده نبدأ نضيف انواع اخرى من المكسرات اثناء البرنامج ده. بعد اليوم الثالث نقدر نرجع رجوع تدريجي للبروتين، يعني ناخد حتة بروتين لا تزيد عن 70 جرام خلال اليوم كامل، وبيخلوها بيفضلوا انها تكون شريحة رقيقة جدا من اللحم وما تكونش مستوية تماما، يعني بتكون مش well done، يعني نص سوى. وبيشترطوا الشرط ده في البروتين لما نيجي نرجع له بالتدريج عشان حاجتين. الحاجة الاولى ان انا لما باخد شريحة اللحمة او شريحة البروتين لا يزيد وزنها عن 70 جرام ونبدا ناكلها وهي مش مستويه قوي، بتبدا تاخد فتره طويله جدا في المضغ، فيعوض لنا احساسنا بفقد البروتين لفتره طويله جدا، يبدا يدينا احساس ان احنا بناكل بروتين قوي. النقطه الثانيه بيكون بطيء جدا في الهضم وبيقعد في المعده من 3 لـ4 ساعات، لكن لو اللحمه بقت مستويه well done هتبقى بتدوب بسرعه، وبالتالي لو اختلطت، طبعا بيشترطوا ان تتاخد بعد 3 ساعات من تناول وجبة الرجيم المنظفة والمنقية للبشرة وللدم في نفس الوقت. يشترطوا ان شريحة اللحم تتاخد في الوقت ده، ممكن اذا حبينا ناخد معاه شوية مكسرات وشوية زبيب مسموح في الوقت ده، ولكن ممنوع تماما تناول اي نوع من انواع العصائر الاخرى في خلال تطبيق هذا البرنامج. يبقى الشرط 10 من شروط هذا البرنامج الرائع لتنظيف الجسم وتخليصه من السموم، وايضا تخليصه من الام الركب والمفاصل والام الظهر والنقرس، الشرط 10 الرجوع التدريجي، يعني اول 3 ايام خضار وفاكهة. الرابع نبدأ نحط فيه نسبة البروتين القليلة. بعد اليوم الخامس نبدأ نضيف نسب معينة من الحبوب الكاملة. عشان نرجع لبرنامجنا العادي بيحتاج فترة
10 ايام على الاقل، ويقول لك لما تيجي ترجع يبقى لازم برضو تدخل دي وجبات بينية بين الوجبات بتاعتك علشان ما تفقدش كل الفوائد الصحية والغذائية والتجميلية اللي استفدتها من هذا البرنامج لتخليص الجسم من السموم. تخليص الجسم من السموم مش بس بيدينا صحة، مش بس بيقاوم أمراض، لا بيدينا نضارة وبيدينا حيوية وبيدينا نشاط غير عادي. وهتلاقي ان كتير جدا من اللي طبقوا البرنامج ده قال لك انا ابتديت احلم احلام سعيدة. هذا البرنامج برعاية إبهار الخليج. هرتاج لوشن، فكرنا في منتج فعلا يحمي الشعر من الأتربة ومن التلوث، يحمي الشعر من عوامل الطبيعة، برعاية زين الجمال، شركة إبهار الخليج. جوال المخرج بيقول لي الكلام اللي انت بتقوله ده كلام جديد، انا بقوله لا، الكلام اللي انا بقوله ده من 100 سنة، من 100 سنة. اشهر طبيب انجليزي استخدم العنب في العلاج اللي هو دكتور لامب. دكتور لامب اول واحد من 100 سنة استخدم برنامج تنظيف الجسم من السموم، وكان بيستخدمه مش لتنظيف الجسم طبعا، كان مفهوم تنظيف الجسم او التنظيف الداخلي ما كانش موجود اصلا، ولكن كان مرض السرطان ملوش علاج. اما الدكتور لامب فابتدى يبتدع برنامج خاص من 100 سنة لعلاج مرضاه بالعنب ومنتجات العنب وخلاصات العنب وعصير العنب ومية العنب وبذور العنب، وان العنب يتاكل ببذره. مش انا اللي ابتكرت البرنامج ده، ولكن للحق هو الدكتور لامب الطبيب الانجليزي الشهير اللي عمل اول مصحة في العالم لتخليص المرضى السرطان من مرضهم، واتعملت بعد كده مئات الابحاث. دكتور فالني في فرنسا عمل كمية ابحاث ضخمة جدا عن علاج السرطان بالعنب، بمية العنب، بورق العنب، بذور العنب، وفعلا كل الابحاث اتعملت في فرنسا او في اسبانيا او في انجلترا اثبتت فعلا قدرته الشفائية الرائعة وقدرته على طرد السموم من الجسم، وبالتالي إعادة بناء وتجديد خلايا الجسم بشكل جميل جدا ورائع جدا. بنقول للباحثين عن الجمال الدائم، الجمال الدائم مش مجرد بشرة حلوة بتبان قدام الناس. احنا قلنا جلدك هو مرآة لجمالك، كل بقعة بتبان في بشرتنا بتعبر عن مرض جوه جسمنا. خلي بالك لازم نعمل عملية التنظيف الداخلي دي مع استخدامنا لأي مستحضر من مستحضرات التجميل. طبعا الآن في زيت العنب بيستخدم كمستحضر مستحضرات التجميل، بذور العنب أيضا تستخدم في البيلينج أو صنفرة البشرة، مغلي ورق العنب بيستخدم أيضا كمنظف للبشرة مع الخل مع الليمون من منظفات البشرة. بنقول لكل الباحثين عن الرشاقة والصحة والتغذية والجمال، كل منتجات العنب هي منتجات تجميلية من الداخل ومن الخارج، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. هذه الآية الكريمة، الآية 28 في سورة عبسة، خلتنا نفكر كتير جدا في استخدامات عديدة للعنب، مش بس في التجميل لا، وفي التخلص من أمراض كتيرة، النقرس والسكر وألم المفاصل وألم الركب وضغط وأمراض كتيرة جدا يمكن استخدامها من منتجات مش العنب فقط، منتجات العنب. انتظرونا في الحلقة القادمة ان شاء الله مع معلومات قديمة ومعلومات جديدة هنجدد بيها افكارنا مع بعض علشان نحط رجلنا على اول خطوة من خطوات جمالك
من الطبيعة.